السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع يا حوية، تجنب هكذا نوع من النسوان، إياك أن تقترب من هذا الامرأة، هذا النوع من الامرأة التي ترد على زوجها كلمة بكلمة. اثنين، الامرأة العنيدة المتسلطة، امرأة العنيدة والمتسلطة، يعني تحب تصير هي الرجال، ما تحب. اثنين، هذا النوع من المرايات يعني جاب زوجها كلمة بكلمة، متنازل، والمرأة عنيدة والمتسلطة. هاي النوع من النسوان ما تفيدها يا اخواني، فان هي مثل ما يقولون ما راح تبني لك بيت، يعني بيت البيت ما راح تبني بيت، ما راح تكون أسرة. اثنين، ما تربي ولد جهال. ثلاثة، ما راح تقدر تعيش ويا حياة سعيدة، زوجية سعيدة. أوكي إخواني، هذا بالمختصر مكتوب بالقرآن، المرأة الناشزة التي لا تطيع زوجها. أمين. أوكي، لا تسمعوا شباب قناة أمر لك في الإلقاء.